المشاهدين نبلش اليوم في أخبارنا لهذا اليوم. خبرنا الأول وهو خبر مهم. وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود قال تصريح ناري: قرار الفيفا بإيقاف النشاط الكرة غير مقبول، ولن نحل اتحاد بإجراءات غير قانونية. سمعتوا يا الفيفا؟ سمعتوا يا من ورا الفيفا؟ وصلت الرسالة؟ كفو شيخ، عطني اياها. الجميع الحقيقة كان متحمس وكان حريص على استضافة الأشقاء. دولة سخرت كل إمكانياتها المادية والمعنوية للاستضافة المشرفة. الكويت تاريخها في الاستضافات مشرف، فما بالك في استضافة أشقائنا في دول الخليج وأيضا في العراق واليمن. كل هذه الاستضافة للأسف الشديد كانت هناك عراقيل مستمرة وكانت هناك صعوبات مستمرة، إلى أن وصلنا إلى القرار المفاجئ للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وبالتالي أصبح من الأفضل لسمعة دولة الكويت أن نأخذ التوقيت المناسب والمجال الأفضل للإعداد إن شاء الله للاستضافة لدورات الخليج إن شاء الله في المستقبل القادم. ما احتوى كتاب الاتحاد الدولي الفيفا للإيقاف غير مقنع وغير مبرر بأن اتخذ مثل هذا القرار وهذه العقوبة لسمعة دولة الكويت، وإحنا نأسف لهذا القرار الغير مدروس. ما يشار لموضوع التشريعات الرياضية وأيضا احترامنا للميثاق الأولمبي والأنظمة الدولية موضوع لا جدال فيه، لا بل نستطيع أن يعني نأكد للجميع بأن تشريعات الكويت متقدمة عن أي تشريع موجود في المنطقة. فبالتالي أنا أعتقد أن من المناسب أن يكون جزاء الكويت مقابل التعهد السامي لسيدي حضرة صاحب السمو عام 2012 في إصدار تشريعات متطورة تحترم الاستقلالية أن تقدر الكويت ولا أن تخضع لتهديدات. احنا خضعنا لتهديدين من اللجنة الأولمبية الدولية في 30/7 وفي 15/10، وكلها كانت مجرد تأويلات. أما ما يتعلق في الكويت ومكانة الكويت فلا مجال للبحث في هذا المجال أبدا. أيا كان كرامة الكويت أهم من أي لعبة رياضية، لابد أن نعرف هذا الجانب. وبالتالي وحرصا على الرياضة وعلى تمثيلها الخارجي ومشاركتها الخارجية، أيضا الباب مفتوح للاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية والوطنية والاستماع ومناقشة كافة النقاط مناقشة مستفيضة، لنؤكد لهم أن تشريعات دولة الكويت ونظامها التشريعي واضح، ولا نقبل أي تهم بالتدخل في استقلالية الهيئات أو الحركة الرياضية الكويتية. احنا تعهدنا باحترام استقلالية الحركة الرياضية وتعهدنا باحترام التشريعات، لن نتخذ أي إجراءات إلا من خلال القانون وبالقانون، سواء القانون المحلي أو الأنظمة والمواثيق الدولية. وأعتقد الرسالة واضحة، هل يفهمها من يريد أن يفهم هذا الموضوع. أتمنى أن تكون الرسالة قد وصلت إلى البعض. أخونا علام